وشأن آخر، تقوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بجولة تفقدية اليوم لمتابعة الاختبارات الخاصة بالأطباء والفرق الطبية المقرر عملهم بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل. وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أنه سيتم استلام ما يقرب من 35 وحدة صحية في محافظة بورسعيد جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في 30 يونيو المقبل، مؤكدة أن تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات يستغرق 3 سنوات. وقالت وزارة الصحة والسكان إن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة سيتم تطبيقها في أسوان والأقصر، مشيرة إلى أن 750 ألف مواطن يستفيدون من منظومة التأمين الصحي الجديدة في محافظة بورسعيد، كما أنه سيتم ربط المستشفيات العامة والمركزية بالوحدات الصحية المتعلقة بطب الأسرة.